بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني قد قرأت ما كزيت من كتابك الذي أنزلته على نبيك الصادق صلى الله عليه وآله، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلني ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمحكم ومتشابه، واجعله لي أنسا في قبري وأنسا في حشري، واجعلني ممن تراكي بكل آيات قرأها درجات في علاء إليين. آمين رب العالمين.